بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع الجزء الأخير من هذا الدرس والخاص بالمتماكبات. إذن كتعريف، يكون جسمان متماكبان إذا كانت لهما نفس الصيغة العامة أو الصيغة الإجمالية، وكان صيغتاهما المنشورتان أو نصف منشورتان مختلفتين. وهاد المتماكبات عندها فيهم بزاف ديال الأصناف، بحال مثلا تماكب السلسلة بين الاسم ديالو تيكون الفرق في السلسلة. دونك هي جزيئات تختلف فقط في تسلسل السلسلة الكربونية. مثلا إلا خدينا هادو كاملهم، كاملهم فيهم 6 ديال الكربونات، ها 6، 1 2 3 4 5 6. دونك كلشي عندهم C6H14 كاملين، C6H14. ولكن الفرق كاين بيناتهم، ما كتلاحظوا هناك سلاسل مختلفة الأشكال ومختلفة الأسماء. دونك الفرق كاين بيناتهم هو في السلسلة الكربونية. إذا النوع ديال التماكب غير يتسمى بتماكب السلسلة. كاين تماكب الموضع، هنا كنلقاو تماكب الموضع في حالة الألكينات وفي حالة المجموعات اللي هي عندها مجموعات وظيفية أو جزيئات التي تحتوي على مجموعات مميزة. دونك هي جزيئات تختلف فقط في مواضع المجموعة المميزة أو مواضع الرابطة المتعددة. مثلا خلينا هاد الألكين هذا اللي هو C6H12، عندنا نفس السلسلة، ما هي نفس السلسلة خطية، ولكن الموضع ديال الرابطة الثنائية كيتغير. هادو مركبات اللي هما مختلفة، عندها أسماء مختلفة، إذا هي متماكبات الموضع لنفس الصيغة الإجمالية. كاين تماكب الوظيفة، لا تتوفر متماكبات الوظيفة نفس المجموعة المميزة، يعني تيكون الفرق بيناتهم أن المجموعة المميزة ماشي بحال بحال. خدينا هادو مثلا، كلهم عندهم نفس الصيغة الإجمالية، ولكن هذا غنشوفو من بعد في الدرس ديال المجموعة المميزة أن هاد المجموعة كتسمى ألديهيد، والمجموعة كتسمى سيتون، والمجموعة كتسمى كحول، مع هادي كتسمى إينول، الفرنسية كتسمى إينول، لأن عندنا فيه رابطة ثنائية وكحول. المهم عندنا هنا وظيفة كحول والكين، هنا الوظيفة ألديهيد، هنا الوظيفة سيتون. إلا حطو السلسلة راه نفسها، ما غيرنا فيها والو، أربعة الكربونات، أربعة الكربونات بطريقة خطية، ولكن الوظيفة مختلفة. هذه غتبان لنا مزيان هاد التماكب الوظيفة فاش نوصلو للدرس ديال المجموعات المميزة. التماكب زد أو، التماكب زد أو فهو خاص فقط بالألكينات وماشي جميع الألكينات، فقط بعض الحالات من الألكينات. دونك يؤدي وجود الرابطة الثنائية في ألكين إلى وجود متماكبات التجسيم، نظرا لكون هذه الرابطة تحول دون إمكانية الدوران حول محورها. إذا كانت ذرات الهيدروجين متموضعتين في الجهة نفسها يسمى المتماكب زد، وإلا كانوا في جهات مختلفتين غيتسمى أو. مثلا كنشوف ذرات الكربون اللي كيشكلوا الرابطة الثنائية، وكنشوف الهيدروجين إلا كانوا كل واحد من جهة، هنا هنا ولا هنا وهنا، مهم مختلفين في التموقع ديالهم، هذاك المتماكب أو. ولا كانوا من نفس الجهة هذا المتماكب زد. دونك كما قلنا راه هذا خاص فقط غير بالألكينات، هاد التماكب زد أو، وماشي جميع الألكينات، فقط فاش يكون عندي كربونين ديال الرابطة الثنائية وكل واحد كيحمل هيدروجين واحد واحد في هاد الكربون واحد في هاد الكربون، ديك الساعة كنشوف أنا هادوك الهيدروجينات واش في نفس الجهة من الرابطة ولا في جهتين متقابلتين، وتيكون عندي إما أو إما زد. دونك إلى هنا ينتهي هاد الدرس الأول في الكيمياء العضوية، اللي قسمت لكم على 5 الأجزاء باش يسهل لكم أنكم تشوفوا كل جزء بوحده. في انتظار قادم فيديوهات إن شاء الله.